لا اله الا الله. لك شو التخبيص لك اخي؟ شو التخبيص؟ بنات الناس مو لعبه لحتى تاخذهم وتجيبهم على كيفك. ليش هيك عم تحكي معي؟ وشو بدك يعني احكي معك لك عصام؟ اعتز، لا تنسى انه انا اخوك الكبير وانا بعرف شو عم بتصرف. ماني ولا بعدين هدول نسواني وانا حر فيهم، بقلعهم بطلقهم بصالحهم، ما حدا له علاقه فيه. عم تفهم؟ اصلا لو انت بتعرف شو صاير بيني وبين حريمي ما بتحكي هيك. اخي الكبير على عيني وراسي، بس انك تقلع نسوانك التنتين هي مو وارده منوب. الرجال بيعرف كيف يسيس بيته وهو يتحكم بحريمه، مو هن يتحكموا فيه. اخي الله يرضى عليك، خصمه من الاخر. انت بالذات لا تتداخل فيه، وبرجع بقول لك انا حر مع نسواني، بساوي اللي بدي اياه. فهمت؟ ماشي، بس لمعلوماتك صهرك بشير قلع جميلة من البيت يا فهمان. بشير قلع اختي من البيت؟ يعني وحدة بوحدة؟ ايه؟ شو علي يا بشير؟ انت اللي خربتها، وإلا إذا بتلقى مرة الآدمية يا أبو شوكة والمترباية ببيت أهلها. الله وكيلك بتستر عليك وعولادها وبتعيشك أحلى حنية مثل حنية أمك وأكتر. بتعمر لك بيتك ولأبنها لأنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لحتى يعمر. يا عيني عليك يا عمي فارس، بس اللي ما مرتاح ببيته وما حرمته شو يساوي؟ يطلع. وإذا عنده من أولاد؟ لا، إذا كان هيك حرام ما بصير يا ابني يتجوز عليها، الشرع بيسمح له. أنا هذا اللي ناوي ساويه، بدي أتجوز الثالثة وريح راسي وخلي الأدمة التنتين ملتهيين بالولاد والبيت. عن جد أنت عم تحكي أبو شوكة؟ إيه عن جد عم بحكي. ليش الجواز حرام ولا عيب؟ أي بس أنا على حد علمي بعرف إنك متجوز ستين نسوة ويكونوا ثلاثة سيدي. هي ما فيها شيء يعني، بس بقى مين هذا الرجال اللي بده يعطيك بنته وانت عندك تلتين نسوة؟ آخ والله ما بعرف. قلتك ما بيلتقى ما؟ لك هو ما انه ما بيلتقى، بيلتقى بس بقى تذكرت. قول فارس. ابو النار. شبو؟ شبك في ساعة ابو الشوكات؟ ابو النار عنده منت على وش جواز، وبعتقد وقت بده يعرف انه انت بدك اياها بتصور ما رح يقول لا. من وين رح يصير له واحد مثلك ابن عز وجاه وشغيل وقبضاي؟ قلت لي بنته لابو النار؟ مثل ما عم اقول لك بنته. اي بقى اذا انت معتمد انا مستعد احكي معه وجسلك النبض. يعني بقى شو قلت؟ فاتحه بالموضوع، لانه مي حلوه انا فاتحه بالموضوع وبعدين يخجلني. لك شو يخجلك؟ ما يخجلك لك ابو شوكات، انا رح احكي لك بالموضوع معه وهلا. هلا؟ اي نعم. لك ابي حظي بحظي لو عندي انا بنت على وش جواز، لحتى لف لك اياها هيك بالحرير الهندي وقدم لك اياها هديه، ولا بدي منك لا اصفار ولا احمر. لك او شو خلصنا؟ ايه خلصنا ابو فارس. لك يسلموا هالايدين. شو عم تساوي؟ علي الطلاق ما باخذ منك فرنك احمر. اي لا هيك كثير كثير، كل مره ما بتاخذ مني والله عم تخجلني. لك ولو يا ابو فارس ولو، بس بمعيتك يعني. ايه؟ ما تنسانا الموضوع رحله. خلاص ولا يهمك، انا اللي برحله. ايه يلا زبط لي اياهم. ايه ايه يعطيك العافيه. مع السلامه يا ابو فارس، مع السلامه. ايه؟ بس ان شاء الله بتطلع حلوه وما تطلع تشبه ابوها. اخ يا مزكي اخ، هاي فريال ما بتتغير ابدا ابدا، ما بتتغير. كل ما بقول عقلت يا الله بترجع تي 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 تي، مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. بتعرفي منيح لي ما رحت وما هزيت بدني فيها. يا اسمعوا على الحكي، شلون بدك اياهم ضحكتهم متر وبين سنهم الاخراني وام بشير وفريال بحياتهم ما اتفقوا؟ لك يا بنات عملوا لنا فنجان قهوة صحي راسنا بقى. حاضر حاضر مرت عمي. ايه صحيح، انت شلون ما بتروحي على زيارة ام جوزيف؟ يا سواد وشي منك يا ام جوزيف. لك شلون بدي روح يا ام زكي وبنتي جميلة مقلعة وقاعدة عندي بالبيت من تحت راسها لمقصوفة الرقبة؟ ودخلك؟ شو دخلت لطفية بتقليعة جميلة؟ لك مو هي السبب، هي اللي خلت عصام يطلع خلقه. قام قلعها هي وهدى وبشير، ما قبل على حاله، قام قلع لي بنتي جميلة. عجبك؟ لك يا جماعة شو عم يصير؟ لا عين وصابتكم، ما في كلام ما في كلام. جيت؟ أهلين أبو الفوارس. كيف صحتك؟ عراسي والله الحمد لله.
لك مريت من شوي لعندك شفتك مسكر بقى خير. عوض بسلامتك. أمه لأبو الحكم عطتك عبرة رح تطلع بجنازة. لا 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 رحمة الله عليها. كنتوا خبرونا لك يا عبيد لحتى نقوم بالواجب. ما بتقصر أبو الفوارس ما بتقصر. رح جيب لك كاسة شاي. لك والله ما في داعي يا عقيد لأني جاي لعندك أحكي كلمتين على الماشي وبدي أمشي لأنه وراي شغل. أخي قال كلمتين تحكي لي ياهم على كاسة الشاي سمي بالله. لا إله إلا الله. بتقول لأبو شوكت العقيد أبو النار بيتشرف في نسبك ونسب عيلته مستعد يعطيك بنته على طبق من ذهب. تسلم يا عقيد والله أصلي. بس يعني مشان تكون أنت على ضوء تعرف إنه عصام عنده جوز نسوان والمحروسة بنتك رح تكون الثالثة. يعني عدم المؤاخذة ضرة على جوز حريم. هالشي ما بيعبول الرجال يا أبو فارس. بعدين عصام أنا بعرفه منيح وبعرف أبوه قبل منه رحمة الله على ترابه. معناتها لروح خبره لكن يا عقيد والله يقدم كل شيء فهني خير. آمين يا رب العالمين. يلا السلام عليكم. الله معك أبو الفوارس مع السلامة. أبو النار وافا؟ لك آي وافا وقال بشرف ونسبه. لك الله تخلي لي إياك يا أبو فارس. الله يخلي لي إياك. لك شيبك شايفك رح تبكي. لك شو رح أبكي يا باطل أبكي قال. بس أنا مبسوط مبسوط لأني بدي كسر راسه لهدول باللوتين اللي عندي. وينها؟ شو وينها؟ مسيك أبو فارس مسيك. شو هذا؟ لك هي أحسن من اللي قبلها. عم تحكي أكيد. لك أصلي لك الله بحي يا أصلاب. والله لا تدعي لك أبو فارس ليل ونهار. هات بوتل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. ايه ايش لا ايه ايه ابن عمي لا تنسى تحكي مع عصام. خلص ولا يهمك هلا ببعت وراه وبحكي معه. بس تقبر قلبي ما بدي تفهموا انه نحن قاتلين حالنا ودالقين حالنا على ما ترجع له البنت. خلاص لا توصي حريص. لطفية مثل بنتي. يلا بخاطرك. مع السلامة. يا كريم. يا عمو حكيت يا عمي مشان عصام؟ لك ايه ايه حكيته ولعي ان شاء الله. يخرب بيتك من حالك شو انك خروق. زنقتي له وبنقتي له عده هو وحماره. وليه لطفية لا تكوني قاتلة حالك على ما ترجعي له. بتعرفي يا عمو مبارح بالليل فكرت بكل شيء. طلع عصام معه حق. ايه والله انه هو ما في منه. ايه تقبري قلبي ريتك. ايه لا تقبريني. لا قوي تشدي ايدك ولا تكوني حابه كثير ولك لطوف. ايه ما في رجال طيب وكلهم قشة لفة بده بمسع رقبة. الشاي يا بي. ايه بشير شلون صارت اختي جوزيف؟ الف الحمد لله منيحة. يعني اوقات بتتوجع اوقات لا. بس خزيت العين عليها. كل ما بتلاقي حالة قوية بتمسك هالإبرة بتقعد بتشتغل فيها. الله يشفيها بجاه الحبيب المصطفى. آمين يا رب. أبو بشير لهلأ ما رجع. بشير يا ترى وين بده يكون راح؟ يروح وين ما بده يروح بس ما يورجيني وشه بعد العملة اللي عملها. ابن عمي الله يخليك اصبر عليه. أصلاً الولد ما تصرف هيك إلا من غيرته على أخته. إذا غيران على أخته ما بيعمل هيك. أصلاً مرته ما لها علاقة بين هدى وعصام. بس الحق علي انا اللي خليته يروح يحكي معه. ما صار شيء ابن عمي والله ما صار شيء. بكره بتهدى الامور وبترجع لمجاريها. هذا بشير. لا مو بشير هذا الحكيم حمزه. مر علي وقال بده يجي على ام جوزيف. فوتي لجوا لاخذ له طريق. امرك. يلا يلا جاي. غلطت؟ ايه سيدي غلطت. زلمه خانق هو وحرمته وقال له على بيت اهله. لك شو ذنب اخته لحتى تجاسية؟ هلا هي بجوز ما ذنب شيء بس الواحد عنده كلامي لك عبدو. انا ما حملني عقلي عن كلامتي كل شيء بيرخص. خلصنا لك بشيرو خلصنا بقى. لك والله عيب عليكم انت وعصام توصل الامور بيناتكم لهون. عيب. لك انتوا رفقه اولاد حاره وعشره عمر من قبل ما تتصاهروا. قول هذا الحكي لإله. عصام ما ترك ارني لا للصحبه ولا للرفقه ولا حتى للمصاهره. قلت لي بعتوا له ابو ديبو على الكسوه. اي نعم سيدي. منيحه هاي. وقف هون ولا تحوس زيادة. خلاص متبسمر هون أنا سيدي. لا تروح لبعيدة. أمرك. يا ميت أهلين وسهلين يا أبو شوكت. أهلين عمي. أخي أنا معك.
المرأة ما بتنعطى وش بنوب والشدة معها ضرورية. هذا يا سيدي جدي الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش أبو لعمي أبو صالح الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش أنت ما بتوعى بحياته ما ابتسم بوش ستي. وأبي الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش حكالي إنه ستي بحياته ما اطلعت بوشه لجدي إلا وهو متلقح على السحلية. معقولة؟ لكن معقولة. فيا سيدي إذا بدك تعمل رجال لازم تكون قاطع، يعني مثل حد السيف حد. والله يا عمي أبو كامل إذا بحكي لك على الأخذ والعطاء اللي بيصير بين لطفية وضرتها بتقلي شلون متحملهم لهلأ؟ قديش نفسك طويل؟ بس شو بدي ساوي؟ مضطر أكسر على أنفي بصلة وتحملهم بس لأنه لطفية بتقربك ولأنه ضرتها من عيلة طيبة. أخي اللي بده يرتاح بيعمل الشي اللي بده إياه، يعني بيغني الموال اللي براسه وما بيروح وبيدبك على مواويل الناس التانية. والله بيجن بزهرة شبابه. وأنا هذا اللي ناوي ساويه. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. ناوي طقق التنتين واتجوز الثالثة. يا عيني عليك، هذا الكلام عين العقل، وأنا أول واحد بشد على إيدك وببارك لك. غريبة. ليش غريبة؟ يا سيدي لو كانت لطفية بنتي اللزم كنت قلت لك يا أبو شوكات أنت حر بالتصرف اللي بدك يا، ما معقولة خليها تتربى وتعرف أن الله حق. يا عيني عليك يا عمي أبو كامل، أنت ليش بتعجبني؟ لأنك بتفهمها على الطاير. ما قلت لي في وحدة معينة براسك؟ بلى، واليوم حكيت فيها. بده يتجوز؟ إيه والله يا فريال، مع اني حكيت معه كثير وفهمته وقلت له هذا الشيء غلط وما بصير تكبرها اكثر ما بتستاهل. قال لي لا يا عمي اذا ما كبرتها ما بتصير. هيك لكان اجواز قبرصي ان شاء الله، الله لا يشبعه. لك يقول لحاله انه متجوز تنتين اللي عم ضربه. لك حكيته هالكلام يا بنت عمي؟ والله يا فريالي وحكيته بس ما في مين يسمع. لك بتعرفي شو قال لي؟ شو قال؟ قال لي انا بعرف اني متجوز سنتين والشرع سامح لي باربعه. الهي اربع حياة يا بترصب من ببو عينه يا حق. اتركوا علي انا بعرف شغلي معه، هذا ما بيجي الا بالرقص. لك لا يا فريال، يعني نحن بدنا نهدي والروق ما بدنا نشعلها نار. ولك انا اللي بدي اشعلها نار وبدي احرق عليها واطيها، بدي احرق الاخضر واليابس. ولك ما بيكفي انه عطينا البنت لهيك ناس شرشيح ومبهدلين. ابن عمي؟ عيون ابن عمك بكره بتروح بتجتمع فيه وبتقول له نحن طالبين الطلاق. لا يا ماما مشان الله لا تقولي له هيك، الله يخليك يا عمي لا ترد عليها. خلصي وليه؟ خلصي ولك ما بتفتحي كلمك بكلمه فهمتي؟ ولك اتركيني انا اتصرف انا ادرى مصلحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. هلا عصام بده يتجوز؟ ليش ما بتعرف لك ابني؟ لا والله ما بعرف، منين بدي اعرف انا يعني؟ ما بعرف انا، قلت انه قاعدين اخوات بعضكم الا ما تعرف. ماشي يا فارس ماشي. ما بتكفي شايتك؟ ما بدي لا شاي ولا بطيخ. شو كان بدي انا من كل هالحشريه هي؟ قرايبين مع بعضهم يصطفلوا ضروري يعني اتدخل. عم اشم عليه كبير. الله يمضيه على خير يا رب. مساء الخير يا مو. وينك لهلا بسير؟ يا مو مشان الله تركيني بحالي، اللي فيني مكفيني. ها هلا كل اللي ساويته لانه عصام قلع اختك من البيت. ولك جميله شو دخلها؟ اه شو دخلها؟ ما دخلها يا مو، بس القصه مو مشان هيك بس. لكن شو في القبطاي؟ قال شو بده يتجوز عن نسوانه التنتين؟ شو